السلام الله عليكم، سعيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد. من خلال فيديو اليوم سنتطرق للدرس الأول في مكون التراكيب المندرج ضمن الأسبوع الأول من الوحدة الثانية، مجال الحياة الثقافية والفنية، المرجع، وحدة الكلمات العربية، المستوى الرابع. عنوان درس اليوم: الجملة الإسمية، عناصر الجملة الإسمية. عناصر الجملة الإسمية، ألاحظ وأكتشف. الفروسية فن مغربي أصيل، وهو تراث عريق تعلق به المغاربة وحافظوا عليه حتى صار من العلامات المميزة التي يعرف بها المغرب. أعيد: الفروسية فن مغربي أصيل، وهو تراث عريق تعلق به المغاربة وحافظوا عليه حتى صار من العلامات المميزة التي يعرف بها المغرب. إذن أبين نوع الجملة الملونة فعلية أم إسمية. الجملة الملونة هي: الفروسية فن مغربي أصيل. إذن هل هي جملة فعلية أم إسمية؟ إذن كما نعرف الجملة الفعلية تبتدئ بفعل، ولدي هنا كلمة الفروسية ونوع الكلمة اسم. إذن هذه الجملة إسمية لأنها تبتدئ باسم. إذن نوع الجملة الملونة جملة إسمية. جملة إسمية. أحلل، أكمل الجدول وفق المطلوب. إذن الجملة: الفروسية فن مغربي أصيل. العنصر الأول هو الفروسية، العنصر الثاني فن، ما يغني المعنى مغربي أصيل، مغربي أصيل. إذن هذا ما يغني المعنى مغربي. أصيل. أحدد العنصرين الأساسيين في الجملة الإسمية. إذن العنصرين الأساسيين هو العنصر الأول والعنصر الثاني. إذن العنصر الأول والعنصر الثاني، العنصرين الأساسيين في الجملة الإسمية، العنصرين، العنصر الأول والعنصر الثاني. بما يسمى العنصر الأول الذي تبتدئ به الجملة الإسمية، وبما يسمى العنصر الثاني. إذن يسمى العنصر الأول الذي تسمى به الجملة الإسمية المبتدأ. المبتدأ. إذن يسمى العنصر الأول الذي تبتدئ به الجملة الإسمية المبتدأ. بما يسمى العنصر الثاني، يسمى العنصر الثاني الخبر. إذن العنصر الأول يسمى المبتدأ والعنصر الثاني يسمى الخبر. إذن ما حركة أي العنصرين يتبع الآخر ويوضحه ويتم معنى الجملة؟ إذن أي العنصرين يتبع الآخر؟ العنصر الذي يتبع الآخر هو الخبر. أحدد حركة الحرف الأخير لكل عنصر من العنصرين. إذن حركة الحرف الأخير، لاحظوا معايا، الضمة. الضمة. لما أضيفت عناصر أخرى للعنصرين واحد واثنان في تركيب الجملة؟ إذن أضيفت العناصر الأخرى، هذه العناصر للعنصرين واحد واثنان لأجل إتمام المعنى. إذن أضيفت العناصر الأخرى لأجل إغناء المعنى. أضيفت العناصر الأخرى لأجل إغناء المعنى. أستنتج:
تتألف كل جملة اسمية من عنصرين أساسيين هما المبتدأ والخبر. المبتدأ والخبر، أنا أعطيكم بعض الأمثلة الأخرى. مثلا القسم نظيف، مبتدأ وخبر، مبتدأ وخبر. الشمس مشرقة، الكتاب كنز. إذن هذه جمل اسمية تتكون من مبتدأ وخبر. المبتدأ اسم مرفوع تبتدئ به الجملة، والخبر اسم مرفوع يتبع المبتدأ ويوضحه ويتم به المعنى. إذن المبتدأ اسم مرفوع تبتدئ به الجملة، والخبر أيضا اسم مرفوع يتبع المبتدأ ويوضحه ويتم به المعنى. أطبق، أجعل الكلمات التالية عناصر لجمل اسمية. إذن اللوحة فنان كبير، المكتبة. إذن مثلا اللوحة ساحرة أو اللوحة جميلة. إذن فنان، الممثل فنان مبدع، أو المسرحي فنان مبدع أو كوميدي. كبير، البيت بابه كبير. المكتبة، المكتبة كنز المتعلمين. إذن اللوحة جميلة، الممثل فنان مبدع، البيت بابه كبير، المكتبة كنز المتعلمين. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم، أضرب لكم موعدا في فيديو قادم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة.